لا يوجد في الحياة أحد يحبك إلا أمك وأبوك، كل اللي حولك يحبونك لأنك تعطي، وأبوك وأمك يحبونك وهم يعطون. تصور لو تقول لولدك ما في سيارة، ما في آيفون، ها؟ ماني بشاري لك سيارة، ولا أني معطيك جوال، ولا أني معطيك ها؟ ولا أني معطيك مصروف، جرب وش يقول ولدك؟ والله يتغير أخلاقه، ولا لا؟ ويمد شفتيه، الله يصلح لنا ولكم. وكذلك المرأة، لو ما أعطيت وأكرمت ووهبت، وش تقول؟ من شفت وجهك ما شفت خير، مع أنك 20 سنة تعطي، لكنك للسنة الأخيرة مريضت أو افتقرت، لكن أمك هو اللي يحبها، وأبوك هو الحب اللي يبدو مجاني، يحبونك لأنك ولدهم، يحبونك لأنك نور عينيهم. ولذا إياك أن تجعل حبا دون حبهم، لا تحب أحد. أعلن، نحتاج أن نقول للأمهات: يوم الله خليت لي، والله ما لي فضل، أنا بستان، أنا شجرة في بستانك، أنا حسنة من حسناتك، أنا فضل من فضل الله ثم فضلك. إقرارك لها والله عبادة. ترى بعضنا ما يقر، بعضنا ما يعترف، بعضنا ما يعلن المحبة. يا أخي وش معنى تعلن المحبة آخر الليل عند النساء وعند الأطفال، وبعضنا والله يحب الزوجة والأبناء لكنه خائف من هالحب لأنه سينقلب، ولا لا؟ ينقلب. ولذلك إذا مات الإبن زوجته تدق الكحل وتحط الروج وتزين عقب سنة، صحيح؟ وبعضهم بعد 4 أشهر و10، والولد ثالث يوم مع الفناجيل والقهوة نسى أبوه، لكن يبقى ألم فقد الإبن في قلب الأم، الأم اللي ما تنساك لأن دماءك هي دماؤها.